وبعد 6 مباريات دون تهديف يجدد الملعب التونسي العهد مع الانتصارات والمباراة الرابعة على التوالي لا تنتصر القوي في المنتصر. بالنسبة للملعب التونسي احكينا عن أزمة النتائج اللي غابت اليوم، انتصار وإصرار كان ظاهر من اللاعبية يعني بشكل صحيح نقاط اللي تعتبر إيجابية خاصة بالنسبة للمباراة هذه. انتصار مهم برشا معناها يخلي الملعب التونسي يقرب من الكولومبيا الرياضية يقرب من شباب القرارية معناها صحيح البطولة مازالت طويلة صحيح اللي في شامبيونات 3 بوانت نجم تعمل سلسلة نتاع 3-4 انتصارات تخليك تطلع في الترتيب فيسع لكن الانتصار هذا يخلي سفيان الحيدوسي وستاف تكنيك يخدم في أكثر أريحية يعطي ثقة للاعبين الفريق تبدل اليوم نشوفوا كريم العوادي الكسراوي العابدي البجاوي معناها 70% الفريق تبدل في الملعب التونسي وجه آخر الملعب التونسي بطولة مازالت طويلة يظهر لي فما بطولة باش تلعب الفوق على لقب وبطولة باش تلعب اللوت على تفادي النزول. بالنسبة لقوافل القفصة بعد تعادل الأخرين يا دوميسيل 3-3 على الرياضية خسارة اليوم في الزويتن مازال اليوم معناها الترتيب تاع قوافل القفصة باهي معناها مازال 9 قوافل القفصة بعيد على منطقة الخطر لكن المقابلات هذيا ما يلزمهاش تتواصل معناها السلسلة اللي قلت لك نتاع 4 مقابلات الأخيرة يلزمها تاخذ باش يعاود القوافل يمشي لكن بين القوافل والمباراة التونسي توصل 6 نقاط وصلت قلت لك فما بطولة في أسفل الترتيب معناها كي تشوف من المرتبة الثامنة مثلا التاسعة 20 نقطة 14 نقطة 6 نقاط معناها الجمعيات هذوما الكل مازالوا كونسيرني بالنزول معناها اليوم السنة في جولة ثانية مازالوا 13 مقابلة معناها 39 نقطة معناها برشا لعب نتمناو اللي السسبانس يقعد للاخر كسوسوا في اعلى الترتيب ولا في اسفل الترتيب. نعم نادر بالنظر للصور اللي كنا نشاهدوا فيها يعني بالنسبه خاصه للملعب التونسي تراها رده الفعل يعني المباراه هذه ينجم يبني عليها الملعب التونسي بقيه مشوار. اكيد بصراحه انتصار من ذهب لكن عندي رؤيه اخرى للموضوع لانه تذكر هنا في البلاتو هذا احنا قلنا انه القصراوي والشهودي والعواضي وعباس والعابدي هذول كلهم لاعبيه كاسماء قيمه ثابته تنقسم الى نسق المقابلات اللي يعني كانوا في النوادي نتاعهم ما يلعبوش. مع تغيير اطار فني سفيان الحيدوسي وكان نتذكر دفعنا لسفيان وهذا حقه احنا اعطيناه كان حقه من اول مقابله بدا يعني الجمهور ضد سفيان وتنقل كذلك من الجمهور تذكروا تصريحات سفيان الحيدوسي قلنا راهو يا جماهير الملعب التونسي راهو يلزم الصبر راهو مش بهذه الطريقه الجماهير كانت ضد مغادره البريدي يعني بصحة راهو مش بهذه الطريقه الفريق مش يتحسن وسفيان الحيدوسي مش يلقى الوقت والاجواء المريحه باش يهم لكن اللي فاجأني بعد ما احنا قلنا هذا الكل فاجأني تصريح سيان الحداد اليوم في جريدة التونسية أنه يقول أنه التقرير بتاعنا اللي عملناه على مقابل جابس كان مجانب للحقيقة أو نقرأ فيه قدام وما رأيناش الفرص تنحى التسجيل اللي جات الملعب التونسي مانيش فاهم علاش أنه الصحافي بتاعنا احنا لما يشوفوا لقطة الملعب التونسي يقول لا ما عندياش كان عندي بتاع جابس هذا ماهوش معقول ثم يقول أنه ردة الفعل أثارت حفيظة الجماهير هذه الصور التي ردة الفعل بالتهجم على المدرب سفيان الحيدوسي وكل هذول تهجموا عليه مسكين الراجل من اول مقابله ونعرفوا احنا الكواليس ما نحبوش نقولوا علاش تهجموا على سفيان من غير ما سفيان يعمل حتى شيء لان المدرب مسكين في اول مقابله ليه وجاء تهجم عليه ويقول انه الامر اللي جعل الهيئه تغير مكان التمارين من مركب فرعي مركب بادو الى فرعي منزه دون حضور جمهور يعني تقرير المراسم تاعنا في الحفل ذات يعمل هذا الكل ماذا بينا سي انور يتلهى اكثر بالامور الاداريه ويوفر كل متطلبات النجاح للفريق لانه هذا مغالطه للصواب مش هذا صحيح واحنا فرحانين اليوم بانتصار الملعب التونسي وفرحانين للنوادي الكل اللي تنتصر واللي تلقى الوقت باش تشتغل في ظروف مريحه. وراح نديرو خاطر